عملت مغامرة، هي مسلمة تزوجت مسيحي وهو كان صديق وهو يعني أسلم، لكن بعد فترة تقول لك أنا اتجوزت عشان ترند. عندي شخصية اللي هي تعتبر الشخصية الرئيسية هي شابة أروى من الناس اللي هم لما كانت ثورة 11 كان عمرها مثلا في المرحلة الثانوي، فبالتالي بكل بقى مرحلة المراهقة اللي هي فيها غضب وفيها تمرد على الأهل، وده جزء مرصود مهم في الرواية حتى في علاقتها مع والدتها سلوى. مسألة المرحلة سلوى المراهقة اللي كنت عايزة تسميها منا صح كده؟ كنت عايزة تسميها منا فعلا، ولكن الأب بقى يعني هو اللي أصل اسمها منا فهي أيوه يعني منا طبعا أيوه لا فعلا حقيقة سلوى كانت عايزة تسمي منا، لكن الأب برضو حتى فكرة الاختلافات اللي هو إنك مجرد تضايق شخص لمجرد المضايقة، يعني لو يعني هي عايزة تسمي اسم فالزوج يسمي اسم هي مرحلة المراهقة كده كده يعني بالشكل ده مقصود. ال أروى في مشاحنات دائمة مع والدتها ورصد، في رصد كبير لمسألة المراهقة، لأن بالتأكيد يعني الأمهات كلهم بيعانوا من هذا الأمر، فحتى هي ما عندهاش يمين شمال، العلاقة متوترة جدا. فدي ناحية، الشخص الوحيد اللي هي في تعاطف ما بينهم وعلاقة إنسانية الجد، ومع أن الجد رجل كان مسؤول في أحد الأجهزة السيادية قبل ثورة 11، لكن هو عنده هذا الحس الوطني يعني، وعنده انه فاهم مساله الاخوان المسلمين، التيارات الاسلام السياسي، فاهم هي بتعمل ايه، وزي انه حتى ما يقدرش يتعاطف معاهم ولا يتفاعل معاهم مهما كانت مظلوميتهم. وكمان يعني الروايه بتدور في مكان في المانيال، والمانيال قريبه من التحرير. بالظبط، في شاهد كمان كان اعتصام النهضه موجود قريب، والليله الشهيره اللي حاول فيها الاخوان اعتصام يعني اقتحام المانيال، وقتل في ثمن يعني في ثمن شهداء طبعا في منطقه المانيال. فالجد بيرصد ده وبيشوف ده، فهي فيها كمان حتى البنت بتقول انها بتشوف الغضب اللي الناس الفقراء اهالينا اللي بيجوا من الاقاليم والمحافظات لعلاج في القصر العيني. دي منطقة يعني منطقة أمل ومنطقة في نفس الوقت منطقة ألم، أمل وأمل وألم في نفس الوقت، لأنه الناس بتيجي في مرضى جايين مع أهليهم. صحيح. وبعدين أنه الناس ما عندهاش حاجة تقدمها ليهم غير أن هم يجوا بنفسهم. يعني هو ما يقدرش يساعد المريض ده غير أنه بيجي. طب تحولات شخصية أروى بقى إزاي كانت في الرواية، وعملت إزاي مقامات الغضب فيه؟ أروى عملت مغامرة، هي مسلمة تزوجت مسيحي وهو كان صديق وهو يعني أسلم، لكن بعد فترة تقول لك أنا اتجوزت عشان ترند. يعني تخيل هو صديق، لكن هو كزوج بالنسبة لها اللخبطة اللي حاصلة، اللي هو يعني هي شايفة أنه دي والدها كان بيقدم لها عرسان، فهي قدمت له بقى الصفقة بالنسبة له يعني صفقة يعني فيها محفوفة بالخطر. لكن كان المفروض انه ده شخص اسمه فادي، شخص نبيل ويعني لطيف، لم يكن يستحق منها ذلك. لكن شوفي حتى الاختيارات، يعني ممكن الانسان يختار اختيارات غير تقليديه، ومفترض ان حتى النماذج في الحياه، احنا بنشوف النماذج اللي الزواج بين المسلمين والمسيحيات او العكس، يعني النموذج ده نموذج مستقر. أيوة. يعني لانه بتبقى فيه محبه كبيره تجعل ان هو يتزوج من سيده مسيحيه مثلا. أيوة. لكن بسبب اللخبطه اللي حاصله وحاله الغضب ضد مثلا مواقف والدها، فتقدم له صفقه بدون ما تحسب حساب ده تاثيره ايه.